اللي عارف بالكواليس اللي انا دايما بلجأ له زميلي مهيب عبد الهادي، عندي له سؤال واحد بس، هو ايه اللي بيحصل في الاهلي بالظبط؟ انا من ساعه ما خرجت امبارح ودلوقتي بقى هو خلاص انا بقيت بذاكر وبعرف يعني، فمن اول ما خرجت من الحلقه امبارح ولقيت ايه تقارير تتحدث عن مغادره موسيماني للاهلي، ازمه ما بين الخطيب وموسيماني. استاذ مهيب اهلا بيك يا فندم. يا استاذ شريف، واهلا بكل مشاهدينك وكل طبعا محبي وعشاق قناه ام بي سي مصر. هل يغادر السؤال، هل يغادر موسيماني النادي الاهلي ولا لا؟ هو الواضح عشان بس يعني نكون في الصوره، عشان الناس بتزعل ما احنا بنتكلم في ملف المدير الفني. طبعا موسيماني عامل ارضيه كبيره جدا مع نادي الاهلي، بطولات في يمكن الساعات الاخيره والاوقات الاخيره، بطولات كثيره للنادي الاهلي بقياده موسيماني. لكن سيناريو فايلر بيتكرر الان مع موسيماني. لو رجعنا ورا شويه، الاهلي بيحضر ملف مدير فني جديد في الفتره القادمه للنادي الاهلي. السيناريو ده موجود دلوقتي على طاوله مجلس الاداره، خلاص بيستقبلوا السيفيهات، خلاص بقى فكره المدير الفني الجديد قائمة بشكل كبير جدا. في 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 اسماء، في مرشحين ولا لسه بدري على الحكاية دي؟ لا لسه بدري على الحكاية دي، لان وانس ان انت بتفتح الملف دوت بيجي لك سيفيهات كتيرة جدا جدا. وكابتن محمود الخطيب من يعني رواد فكرة الوجوه الجديدة، زي ما فاجئنا كلنا بموسيماني ان هو مدير فني للنادي الاهلي، لكن الناس اللي بتتكلم على فايلر، لا فايلر غير مرشح ومش هيكون موجود في النادي الاهلي. طيب ايه السيناريوهات المطروحة دلوقتي على طاولة مجلس الإدارة؟ في مباراه يوم السبت ما بين الاهلي وانبي، لا قدر الله في حاجه حصلت او في مشكله حصلت في المباراه دي، معناها ان موسيماني خارج النادي الاهلي على طول كده. لكن استمر النادي الاهلي وفاز بالمباراه، لازال فكره المدير الفني الجديد مطروحه، والنادي الاهلي بيستقبل سيفيهات لمدربين بشكل في كل يعني في كل الاحوال الموضوع اتفتح، خلاص بقت فكره المدير الفني الجديد لنادي الاهلي خلاص بقت طيب مطروحه بشكل كبير جدا. وزي ما قلت الكلمه دي اهم حاجه، نفس يعني اللي حصل مع فايلر او ملف فايلر بيتكرر مع موسيماني. في اختلاف كبير جدا ما بين مجلس الاداره وما بين موسيماني وما بين لجنه التخطيط. يمكن موسيماني كان غير راضي على وجود عمار حمدي، احمد عبد القادر، البدري. لجنه التخطيط اصرت ان الثلاثه دول يكونوا موجودين. ففي بعض الامور في الكواليس مش عايز اتكلم عليها بشكل الكواليس دي كبير، اللي احنا هنفضل هتفضل ما هو ناخدها احنا بنقولها بس بطريق غير مباشر يعني. لا هنسالك عنها وهتيجي تقولها لنا يا عم مهيب. انا تحت امرك، لكن ربنا عايز اقول يخليك. يوم 17/10 هيتفتح طبعا انتخابات لنادي الاهلي، يوم 25 اجراء الانتخابات في النادي الاهلي 25/11. ملف نادي الزمالك، لازال نادي الزمالك ده وبرضه هيبقى في شهر 11 الانتخابات، شهر 11 برضه الزمالك بيستأنف على عقوبه رفع. طيب يعني انت برضه تعمل حسابك آه. يعني ايه انه هتفضل التليفونات رايحه جايه بقى. انا بشكرك شكرا جزيلا. لا مفيش مشكله، انا بشكرك بس شكرا ممكن يا يكون في انفراجه في فتح القيد لنادي الزمالك بعد الاستئناف لحين طبعا البت في الموضوع. شكرا جزيلا مهيب عبد الهادي زميلي وصديقي، متحدثا عن انه خلاص في اوراق بتتحط قدام مجلس اداره النادي الاهلي وفي